يصف باستقرار الأحزاب داخل البرلمان بسبب محاولة لواء سامح سيف اليزل مقرر ائتلاف دعم الدولة لتشكيل الأغلبية في مجلس النواب. وأعلن حزب المصريين الأحرار اليوم التحقيق مع نوابه الذين وقعوا على الانضمام للائتلاف في اجتماعه أمس دون الرجوع إلى الحزب. لمزيد من التوضيح معنا من المصري اليوم أستاذ محمود جاويش المحرر البرلماني. أستاذ محمود، توابع هذه الأزمة، أزمة المصريين الأحرار، مع دعم الدولة. بالفعل اجتماع ائتلاف دعم مصر بالامس في احد فنادق التجمع الخامس تسبب في ازمه كبيره بالنسبه للاحزاب الكبيره خاصه المصريين الاحرار وحزب الوفد. من ناحيه الائتلاف بالامس غير الوثيقه بتاعته اللي كانت رفضها الاحزاب وقال ان هو متنازع عنها بالكامل ووضع وثيقه جديده. دي من ناحيه وضعت الاحزاب اللي كانت رافضه الوثيقه في موقف ان هم لازم يعيدوا حساباتهم مره اخرى. من ناحيه ثانيه تسبب حضور نحو 10 من نواب حزب المصريين الأحرار في أزمة الحزب. الحزب زي ما احنا عارفين من أسبوع كان اتخذ قرار بالامتناع أو رفض الدخول في أي ائتلاف سياسي داخل مجلس النواب، وهو القرار اللي تنازل عنه النواب متطوعين وحضروا ووقعوا على الوثيقة. حزب المصريين الأحرار النهاردة دعا لاجتماع عاجل للمكتب السياسي وقرروا في دعوة هؤلاء الأعضاء للتحقيق معهم، وربما تصل العقوبة للنواب اللي وقعوا على وثيقة دعم مصر للفصل من حزب المصريين الأحرار. من ناحية تانية نواب حزب الوفد اللي حضروا بالأمس لديهم مشكلة أخرى، وهي أن الهيئة العليا للحزب من المفترض أنها تجتمع غدا الأحد إن شاء الله لاتخاذ قرار نهائي سواء بالقبول دخول في الائتلاف أو رفضه.